رغم التحديات الكثيرة التي تواجه الفنان في اليمن ورغم التقصير الاجتماعي تجاه الأشخاص الذين يعانون من إعاقات، تمكنت الفنانة اليمنية آسيا الذبحاني ذات الأعوام 26 من الحصول على تدريبات لتطوير مهاراتها في الرسم. الذبحاني شكلت شعلة حماس وإرادة، فقد عملت منذ الرابعة من عمرها على تنمية مهاراتها وحبها للفن، وأصبحت الآن تصنع الرسوم التخطيطية واللوحات بيد واحدة لتقدم للآخرين صورة للعالم عبر مرآتها الخاصة، أي مثل ما تراه هي بعينيها. درست للثانوية وبعدين تعلمت الرسم عن بعد مع الأستاذ رضوان المحمدي ومحمد الحاشدي، دورات عن بعد وتعلمت من اليوتيوب. التحقت آسيا بدورة فنية لمدة شهر مع المؤسسة العربية لحقوق الإنسان الخيرية التي تساعد ذوي الإعاقة من الرجال والنساء على تحقيق الاستقلال المادي. اختلف السعر من وقت لآخر، اختلاف سعر الدولار. منظمات حقوقية دولية حذرت من الإهمال إزاء ذوي الإعاقة في اليمن، وشددت على أن الصراع المستمر تأثيره الأشد على الأشخاص ذوي الإعاقة. آسيا تثبت مرة جديدة أن الإعاقة ليست نهاية الحياة.